بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نبات عطري ونبات طبي في منتهى الجمال. بنصح كل الناس تزرعه في حديقة المنزل، تزرعه فوق السطح، تزرعه في البلكونة، مفيد جدا جدا. هنتكلم النهاردة عن طريقة إكساره، وكمان هنتكلم عن الفوائد بتاعته وإزاي إن إحنا نستخدمه في البيت ونستخدمه في كل مكان بطريقة صحيحة. النهاردة هنتكلم عن نبات الشيح أو الشويلاء أو شيح سيناء، وفي بعض الدول بتسميه الشيبة. طبعا كل النباتات دي باختلاف أشكالها بتتبع فصيلة الشيح. طبعا ممكن لاقيه في بلد يختلف عن البلد اللي فيه على حسب الجو، على حسب المناخ، على حسب التربة اللي نشأ فيه. يعتبر من النباتات الطبية المميزة جدا، ليه رائحة طيبة ورائحة جميلة جدا. طبعا احنا عندنا بالنسبة لنا احنا في سيناء يعتبر من اهم النباتات الموجودة عندنا في سيناء، وبينمو بشكل رهيب جدا في الجبال بدون اي رعاية نهائي. معنى ذلك ان هو نبات لا يحتاج اي رعاية خالص ولا بيحتاج تسميد، وكمان من الصعب جدا ان هو يصاب باي اصابة حشرية، لان هو اساسا طارد للحشرات بشكل رهيب وبشكل مميز جدا. انا بزرعه جنب النباتات زي ما انتم شايفين، بيطرد الحشرات بشكل كويس جدا. وكمان تعال نتكلم عن فايدة تانية ليه، فايدة معروفة من زمان جدا. النبات ده طبعا كان في الالفينات كان ممنوع زراعته. ليه؟ لان طبعا كانت في ناس بتعمله كمشروب وبتشربه، كان بسبب هلوسة في الدماغ، يعني زي ما نقول كده بالبلدي كان بيعمل دماغ، فطبعا اتمنع لهذا السبب. ولكن بيتعمل منه مشروب بيستخدم كطارد وقاتل للديدان في البطن بشكل رهيب جدا، مفعول جبار. خلي بالك علشان طعمه مر بشكل غير عادي. المهم انك انت لو عندك طيور، عندك ماشية، عندك حيوانات أليفة، عندك اي نوع من انواع الطيور، ممكن تعمل مشروب زي كده وتضيفه مية الشرب، يتخلص من كل الديدان وكل الامراض الفطرية والطفيليات اللي موجودة في الطيور وفي الحيوانات. وعشبة الشيح عشان تبقى عارف هتلاقيها بتتباع عند العطارين مجففة وجاهزة، يعني انت ممكن تشتريها جاهزة زي ما هي كده وتبتدي انك انت تستخدمها زي ما انت عايز. ونبات الشيح زي ما اتكلمنا انه ليه ريحة مميزة جدا، لو زرعته عندك على اطراف الحديقة من الصعب جدا ان يتواجد الثعابين او الحشرات الضارة او الزواحف بشكل عام، لان الزواحف بتكره ريحته بشكل فظيع. يعني بمجرد انك انت اول ما بتزرعه في المكان مع الهواء طبعا بيطلع ريحة نفاذ جدا للثعابين وكل الزواحف، ما بتقربش من المكان خالص. يعني استخدام كمان مفيد جدا لنبات الشيح زي ما انت شايفين. هنجيب نبات الشيح سواء كان اخضر او مجفف ونبتدي ان احنا نربطه في قماش، اي قماش عندك، ونبتدي ان احنا نعلقه في البلكونة، نعلقه في المطبخ، نعلقه في اي مكان عندنا في البيت، بيطرد الحشرات بشكل رهيب، بيطرد الابراص، بيخلي الابراص ما بتقعدش في المكان خالص. بس لازم عشان تستفيد منه كويس يعني لازم تعمل 4-5 كور زي ما انتم شايفين مليانين شيح. يعني ما ينفعش انك انت تعمل واحده بس وتحطها، لا اعمل كتير، حط في البلكونه وحط في المطبخ وحط في كل مكان، هتلاقي كل الحشرات اللي عندك كلها مشت وطفشت من المكان. النبات ده عشان نحصل عليه طبعا بنحصل عليه من اي مشتل قريب مننا. لو النبات ده موجود عندنا لازم نحافظ عليه في خلال فصل الصيف، لان طبعا الحراره الشديده بتاثر عليه، لازم نحطه في مكان يعني شبه مظلل في خلال فصل الصيف. اما في خلال فصل الشتاء عادي نسيبه زي ما هو كده في الهواء، ما فيش اي مشكله فيه خالص. طبعا احنا لو زرعينه في القصيص، اما لو زرعينه في الارض بيتحمل كل العوامل الجويه، ما فيش اي مشكله فيه، لكن القصيص بيحتاج معامله خاصه. اما بالنسبه عن طريقه اكساره، فطريقه اكساره سهله جدا. بناخد الاغصان او الاطراف بتاعته، نبتدي نشيل من عليها الورق ونحطها في قصيص صغير، حجمه يكون صغير مناسب بدون استخدام هرمون تجذير ولا اي حاجه خالص. والتربه كمان اي نوع تربه موجوده عندك، تربه رمليه، تربه طينيه، تربه حمراء، اي تربه زي ما انت شايف كده تستخدمها هيطلع معاك على طول مسافه يعني 25 يوم 30 يوم هتلاقي انه بدا يطلع جذور ويبقى النبات مختص لحاله. اهم حاجه ان احنا نغطيه بكيس بلاستيك عشان نساعد على التجذير بشكل سريع، ونحطه في مكان ظل بعيد عن اشعه الشمس. وده كان موضوع النهارده باختصار. لو استفدت حاجة ريت تكتب لي في التعليقات، ولو ما استفدتش حاجة كمان اكتب لي في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.